انا بنياتي درت لكم التعليق ديالكم اللي قلتوا لي بنياتي دينا تفاحه ادم، راه عندنا تفاحه ادم كيفاش نديروا ليها. انا طبقت لكم الوصفه، درت لكم للاكل وللشرب، يعني فيها جوج وصفات غديريهم مع انت والزوج ديالك، وان شاء الله غادي تحملي من الشهر الاول باذن الله. عيد تبعي الفيديو من الاول الى الاخر، وبهذه الطريقه الصحيحه اللي جبتها لكم من مكه، يعني راه الطريقه الصحيحه ما غتلقاوش حتى في شي فيديو الا عند لاله بهيجه. عيد تبعوا الوصفه من الاول الى الاخر، وما تنساوش الاشتراك والاعجاب. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده وفي نهار جديد، وان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال كلكم بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن. بعد ما درت لكم الفيديو السابق ديال تفاحه ادم اللي قلت لكم جبتها معايا من مكه المكرمه، جاوبت تعليقات كثيره، تعليقات كثيره بانهم عندهم تفاحه ادم ولكن ما عارفينش يطبقوها وما عارفينش يصاوبوها. قالك اخواتي ضروري تطبقيها لينا، على راسي وعيني يا بنياتي غنطبقها لكم. عيد شجعوا لاله بهيجه، وما تنساوش من ابوني، وما تنساوش من لايك وشي تعليق زوين. كلشي البنيات كلهم اللي دوا معايا في التعاليق كلهم قالوا لي خالتي عندنا تفاحه ادم لكن ما عرفناش كيفاش نصاوبوها، ما عرفناش كيفاش نجيبوها. وكاين اللي ما عندهاش ان شاء الله تلقى شي وحده تجيبها ليها من مكه، امها ولا خالتها ولا جداها او جارتها او صديقتها او اي واحد يجيبها ليها، راها مزيانه كاينه في مكه، يجيبوها وديروها. وبغيت نقول لكم بلا ما نطول عليكم، ندي غندير لكم الفيديو في التطبيق، بلا ما نطول عليكم غنقول لكم بان هاد التفاح كيجاوني تعليق كثيره حول الرجال، راه الرجال تا هما هاد الوصفه كلشي مشاكل ديال الرجال، بدون ذكر المشاكل اللي عند الرجال، كلهم دوك المشاكل اللي ذكروها لي في التعاليق، راه كل هاد التفاحة ادم مزيانه للرجال، خصوبه للرجال والنساء، والنساء ايضا اللي عندها اي مشكله، حتى المشكله ما كانتش عند المبايض، ما كينتجوش، ما عندهاش تخصيب، ما عندهاش البويضات، ما عندهاش اي حاجه اللي عندها في المشكل اللي كتعيق ليها الحمل، هاد تفاحه ادم راها مزيانه مزيانه مزيانه. مدي لي تفاحه ادم باش تشدها في يدي نوريها لهم نياتي. تفاحه ادم راه للولاده، للعقم، لشبه العقم، اللي كيقول لك صافي راه ما بقاش غتولد ولا ما بقاش غادي يولد، ديروا تفاحه ادم، توكلوا على الله، ربي ما غاديش ينساكم، ربي غينساكم. وديروا معها الدعاء، الدعاء والالحاح في الدعاء، ان الله بالدعاء يغير الاقدار. واخا يكون القدر ديالك انك يا ربي خالقك عاقر، ربي يقدر يرحمكم ويغير الاقدار بالدعاء. وانتقلوا بنياتي غنوريكم التطبيق ان شاء الله، عيب تبعوا الوصفه من الاول للاخر. بحال حسيت لك قلت لك يا خالتي فيديوهاتك زوينين ووصفاتك زوين، لكن كطولي الفيديو، وراه ما عندي ما ندير، لانني ما طولتش لكم الفيديو وما شرحتش لكم، راه الوصفه ما غتنجحش لكم. وتبعوا معايا بنياتي، بسم الله على بركه الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما نبدا بنياتي ما غنبدا لكم الوصفه، لا باس غنذكركم باش ترجعوا ديروا لي الاشتراك واللايك، لان واحد السيده كتفرج فيا هذه عامين ويلا دارت اشتراك مني درت هذا الفيديو، قالت يا خالتي ما عرفت كيفاش لي ما دايرهاش اشتراك، حتى مني قلتي لي مني اكتشفت انني ما دايرهاش اشتراك. لا باس غنفكركم الاشتراك والاعجاب، ما تنساوش ابنياتي من الفيديو، الله يرضي عليكم ابنياتي والله يحفظكم، باش تترفع الفيديو وتشوفوا اعداد كثير من الناس. بسم الله على بركه الله، غنبداو بالوصفه. الوصفه كالتالي، تفاحه ادم راني شرحت لكم في الفيديو السابق، واللي ما شافش الفيديو السابق يمشي يشوفوا اللي شرحت لكم كيفاش ان سميتها واشنو من كاينه كلشي. بلا ما نطول عليكم غناخذوا دوك التطبيق ان شاء الله. بسم الله غناخذوا تفاحه ادم، كون غسلناها ومسحناها مزيان، اش غادي نديرو؟ غناخدو المبشرة، يعني الحكاكة اللي كنديرو بها خيزو ولا أي حاجة اللي كنحكو بها، وناخدو الجهة الرقيقة، الجهة الرقيقة باش غنبشرو بها، بحال هكايا غنديرو، وغنبداو نبشرو غير هاد القشرة الخارجية فقط. هانتوما غتسبعو معايا.
راه كتكون قصيره ما كتحكش بالسهوله. يعني حاولوا تبقاو تحكوا وتدوروا مع التفاح الادم، دوروا معها من جميع الجوانب. ما كنحكوها نتوما شوفوا كيفاش كندور معاه، كنحك حكو مزيان حتى كنوصل لهاد البلاصه اللي كتكون مابقاش صلبه ولا ترطبه. انت كتخشي صبعك كتبقاش صلبه، كتولي هاد الجهه كلها اللي كتكون ملسه هي اللي غدوروا بها بالحكان كامل، حكوها مزيان. وملي كتكون تحكوها الرائحه ديالها بحال ريحه الخروب، ريحتها زوينه زوينه زوينه، ريحتها زكيه لب زوينه، يعني راه يعني بالنسبه راك غتكون تاهي مزيانه، بالنسبه مزيانه بحال كو غدوروا كلشي بالحكان. هاد الجهه كلها تتكملوها، وملي غنكمل غنرجع لكم. ها نتوما بعد ما حكيتها كامله، ها نتوما كي درت بها، ها نتوما كيفاش دايره، ها شنو الحجم اللي عطاتني. دابا غادي اش غنديروا، غنحاول نحلها، غنحلها من هنايا. ها نتوما كتشوفوا، شوفوا شي سكين يكون ماضي ونحلها لكم. بعد ما بقينا نضربو معاها نتوما شوفو كتكون قاسية، فماشي ساهلة باش تحلوها. هانت وهي ضروري خاصنا نحلوها، لأن باش نستافدو من التمرة من خارجها ومن داخلها. حاولوا يساعدكم الزوج ديالكم لانها قاصحه. هاتو كتكون هاد العلفه اللي الدخلانيه هذه هي اللي كتكون قاصحه، شتيها هاد العلفه الدخلانيه، ها هي كتكون في واحد العلفه هي اللي كتكون هذه صلبه، عرفتي كتكون هاد الدخلانيه بحال الرخام، انت اللي كتمسي كتلقاي بحال الرخام، وهذا هو اللي كيكون بحال الخشب. ها نتوما كتشوفوا كتكون هذه بحال الخشب، مني كتحكيها كيولي بحال الخشب وكتكون قاسيه. هذا هو علاش كيسميوها الدوم، اللي كيسميوها الدوم علاش كيسميوها. هذه غتقطعيها على 6 المرات او 7 المرات ولا حتى 14 مره تقطعيها الدوم هذا، وهذه حتى هي غتقطعيها كذلك تما باش كتستافدي من هذا الخارجي ومن الداخلي. وهذا تحاولوا الزوج ديالكم هو يساعدكم باش يقطع عليكم، راه قاسيه بزاف. ايوا غادي نقطعها من ورا الكاميرا وغادي نجي عندكم. ها نتوما بنيتي قطعت هذيك سميتو الى قطع، راه قطعت عين النص ديالها والنص ديالها، باش نطبل ما نقولش لكم في الكواليس راني عرقت بالتقطع، لان خاص راجل اللي يقطع هذا الشيء، وانا ماشي مشكل على قبل بنياتي درت جهد باش قطعتها. وقطعتها هذه راه كتكون قاصحه، ها نتوما كيفاش كيكون الداخل ديالها ناصع البياض بحال الرخام، تيكون هاد يعني هاد البذره اللي كتكون الداخل. شوف كيف كتكون، ها هي هي غنستعملها في الوصفه. انا قطعت منها واحد شويه باش نوريكم، لان هذه بروحها خدات لي واحد الجهد باش قطعتها، ما نقولش لكم ابنياتي. دابا انا قطعت لكم ووريتكم ابنياتي، ودوكا غنوريكم الطريقه ان شاء الله. الطريقه اش كنديروا، هادو اللي قطعناهم بجهد كتاخذوا يا اما الحليب يا اما الماء اللي بغيتوا كتاخذوا. انا خديت الماء غنديروا مع هاد القطعه بحال هكايا بحال هكا هاد القطعه وسط الماء، وغناخذوا واحد القطعه اخرى بحال هكايا. تقدروا ديروا حتى 4 الكيسان ولا 6 الكيسان، يعني ديروا الماء خير الله وديروا فوق النار يغلي. انا غنحطو فوق النار يغلي وغنرجع لكم. بينما خليت الكاسرونه كتغلي في هذيك القطعه من هذه وقطعه من هذه خليتها كتغلي، غنوجد معكم هذه الوصفه. هذه الوصفه اللي حكيتها انا وريها لكم بنياتي كيفاش غديروا. غنجمعوها في واحد الانيه، وعلى فكره هذه الانيه جبتها معايا من مكه، يا اسم الله اسم الله. درت ثاني قلق بالبنياتي الوصفات، غندير هاد المسحوق، وتقدروا هاد المسحوق تعاودوه في المونينكس طحنوه مزيان، ولكن هو ملي كيتحك راه مع صافي دغيا غادي يذوب، ما غاديش يبقى. هو البنته زوينه ما نقولش لكم، راه كيتكال بحال الكواك. باش نقول لكم راها
مزيان ماشي عن الولاده للرجال والنساء، حتى الوصفات العلاجيه، يقلي هذا، يعني تضبط الضغط الدموي اللي كيكون هابط او طالع، كيضبطو، كيحيد الكوليسترول، كيحيد جلطات ديال الدماغ، البروستات للرجال، بزاف حتى المشاكل اللي كنعدو النقرس او عيدو اي مشاكل. زوين زوين هذا، لان في واحد المواد يعني ضد الاكسده وضد وكيقوي المناعه. علاش هو مزيان؟ مزيان الولاده، يعني تحفز المناعه مزيان، وتحفز اي حاجه في الجسم ديال الانسان تحفزها ويخليها في صحه جيده. ملي درناه في هذا الانيش كنديرو، كنحتاجو العسل، الدغموس، او عسل الزقوم او عسل، المهم يكون عسل حر من بطونه، لان العسل الحر تعزز هاد الوصفه، لان العسل الحر ما تدوش دوك العسل ديال السوبر مارشيات اللي مصوب من السكر، لا، جيبوا العسل الحر بنياتي باش تنجح لكم الوصفه. يعني هاد التفاحات ادم راها مزيانه، يعني فيها بركه وعلاج، وملي كتزيدوا على العسل يعني الوصفه كتكون ناجحه ومكمله للوصفه، لان العسل حتى هو علاج من كل الامراض. وهذا العسل ديما نخدموا بمعلقه ديال الخشبيه باش ما تاكسسوش العسل ديالكم، يبقى مزيان في صحه جيده. وغديروا العسل اللي غادي يجمع لكم هاد الوصفه، هاد المكونات. غديروا واحد جوج معالق ديال العسل. خلطوا مزيان. انا دوك انا غنوجد هذه الوصفه، ما غادي نولد ما غادي نحمل، ولكن غادي نديرها، لانني انا غنديرها حتى انا عندي الكوليسترول وعندي، انا نديرها مزيان للمناعه، تقويه المناعه لا باس، لان هذا راه دواء من كل الامراض ديال الرجال والنساء. وبغيت نقول لكم ابنياتي للرجال، غادي نحط لكم داكشي ديال الرجال في صندوق الوصف، يدخلوا الرجال صندوق الوصف ويعرفوا بان تفاحه ادم باش كتليق ليهم. غنزيد لها واحد شويه العسل، ومني غديروا هذه الوصفه يعني للمراه والزوج ديالها، ما غتقدكمش تفاحه وحده، غتقدروا ديروا جوج تفاحات، تفاحه ادم غديروا جوج، او تقدروا ديروا ثلاثه، يعني الا كانت السيده غدير بوحدها راه تفاحه كافيه ليها، ما كانت غدير هي والزوج ديالها دير جوج تفاحات او ثلاثه، لان غدي تاكل انت والزوج ديالك انتوما. انا خلطتو، ها هويا خلطتو بحال هكايا، صافي دوكا الوصفه ولات جاهزه، كتغطيها وكتخليها. انت غتاخذ السيده غتاخذها اليومين الاخيرين اللي كتكون عندها الدوره، دوك اليومين الاخيرين اللي كتبات التحيد ديالتي ولي عير الوسخ، هذيك الساعه اللي غتبدا تستعمل الوصفه. تاخذ معلقه بحال هكايا على الفراغ في الصباح الباكر قبل الفطور، ومعلقه قبل النوم. الزوج ديالها انا كذلك، يعني معلقه في الصباح ومعلقه في الليل قبل النوم، ومده 14 يوم. راني قلت لكم الطريقه في الفيديو الاخر، باش لو بغيتي تشوفوا الفيديو الاخر اللي شرحت فيه بزاف غتشوفوا، لان هذا درتو على التطبيق، هذا الفيديو درتو على التطبيق. 14 يوم الزوج والزوجه، ولكن ديروا الرقيه، ديروا الدعاء، وديروا اي حاجه، يعني انا هذه الوصفه راها مباركه من مكه، لا باس تقدروا ترقيوها، تزيدوها للفم ديالكم وترقيوها بالمعوذتين وبالفاتحه وبايه الكرسي وبصوره مريم، ديروها 7 مرات تبقاو تقراو عليها، راه مزيانه، عاد غطيوها وتولوا تستعملوها. وغادي نمشيو نشوف داكشي اللي كنغلي فيه تاهو باش غنقول لكم امتى تستعملوه. صوبوا الكميه اللي قلت لكم، غديروها في الكاسرونه، تقدروا تصوبوا حتى ايترو ديال الماء ديروه، وديروا مع هاد المكونات وتغليوهم بكري، ومن يطلقوا غطيهم وخليهم حتى المساء. المساء ملي كديروا هاد الوصفه، يعني معلقه الزوج والزوجه، غادي تشربي تي كاس، صفي كاس، والزوج ديالك كاس، شربوا معاهم، يا اما دافئ يا اما بحال هكاك بارد، ماشي مشكل، المهم شربوا هذا. شوف كيفاش كيولي اللون ديالو، راه زوين، بلا ما تضيعوا هذا الشيء، باش تستافدوا من تفاحه ادم من داخلها ومن خارجها. يعني ديروهم 14 يوم، علاش قلت لكم قطعوهم؟ باش ديروا كل مره قطعه فيها يطر ديال الماء، هذاك يطر ديال الماء احتفظوا به، راه ما غاديش تقدروا تشربوا فيه يومين ثلاث ايام، انت والزوج ديالك،
وتزيدوا على ديروا واحد العيط الخوض، ديروا معاه ثاني قطعه منه وقطعه منه، وتغليوه ثاني بكري وتغطوا وتخليوه يطلق. يا اما الماء يا اما الحليب اللي بغيتو. الا كان بغيتو كتشربوا الحليب ديروا الحليب، كنتو ما عندكمش غرض في الحليب ما كتستطمعوش ديروا الماء. هذه هي الوصفه ديالتي، ونتمنى نكون شرحت لكم مزيان وبنياتي كاملين، وعطيتكم الوصفه ان هذه الوصفه ديال تفاحه ادم كلشي بنياتي كاع عندنا وما عرفناش ليها. دوكا نوضي اختي، جري ديك تفاحه ادم اللي عندك في الماريو وصوبي الوصفه، وان شاء الله ردي عليا الخبر. ان شاء الله غادي يكون حمل باذن الله، وما تنسيش الدعاء راه كلشي باذن الله تعالى. الوصفه راه غير سبب، وهذا الشيء اللي كندير لكم غير سبب. الله اللي كيرزق الذريه الصالحه لمن يشاء، وانتي بالدعاء ديالك وبالالحاق ديالك ربي غادي يغير لك الاقدار وغادي تحملي باذن الله تعالى. ونتمنى بنياتكم وشفتوا الوصفه من الاول الى الاخر. راه درت لكم الطلب، نفذت لكم الطلب ديالكم كما وعدتكم بالطريقه الصحيحه ديال كيفاش ديروا تفاحه ادم ديال الحمل. درت لكم اكل وشرب معا، يعني اكل يعني كما قلت لكم بنياتي كما شرحت لكم الفيديو، وشرب انتي والزوج ديالك قبل النوم، وان شاء الله غادي يكون حمل باذن الله تعالى. الله يرزقكم بالذريه الصالحه باذن الله. غير طبقوا الوصفه ونوضي جبدي تفاحه ادم اللي قلتي راه مخازنينها، جبدوها ونوضوا توكلوا على الله وكلشي باذن الله تعالى. ربي غادي يجيب لكم الذريه الصالحه باذن الله، وان شاء الله تكونوا شفتوا الفيديو من الاول الى الاخر. وما تنساوش بنياتي الاشتراك والاعجاب الفيديو. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه بنياتي كاملين.